حولوا أوروبا لمسرح من عروض الرعب والمؤامرة، تلاعبوا بالأقدار ورسموا مصائر الأفراد. يعيشون في مناطق مسورة لا يدخلها حتى الذباب، وإذا تجرأ أحدهم ودخلها فلا ضمان له أن يخرج على قيد الحياة. بيكاسي بويز، أريا بويز، جاكودا بويز، الفأس الأسود. طوائف دينية محلية في نيجيريا تأسست على يد طلاب الجامعات أو أولاد الأحياء الفقيرة، طوائف امتهنت السحر الأسود، ومن أراد الانضمام لهم اختبره بالسحر، ومن خانهم عاقبوه بالسحر أيضا. نشأت بعض هذه الطوائف للدفاع عن أصحاب البشرة السوداء كعصابة الفأس الأسود، وأخرى نشأت للعمل في الشوارع كإيريا بويز. وعندما عجزت الشرطة عن التصدي لهم نشأت عصابة تحقيق العدالة بيكاسي بويز. هذه الأخيرة رغم دمويتها إلا أنها عجزت عن استئصال هذه العصابات التي وسعت أعمالها من نيجيريا إلى إفريقيا حتى وصلت أوروبا وتغلغلت في إيطاليا وألمانيا. وإذا أردت أن تعرف ماذا تمتهن هذه العصابات، افتح هاتفك وابحث في البريد الإلكتروني أو في سجل المكالمات الفائتة. لابد وأن تجد اتصالا من رقم غريب، أرقام لطالما تساءلنا عن مصادرها. يراها البعض مجرد رسائل عابرة، لكن تخيل أن هذه الأساليب تدير سنويا مليارات الدولارات على مبتكريها الذين تعتقد أنهم أشخاص عاديون. لكن أوروبا وأمريكا بمواردها وتقنياتها عجزت عن التصدي لهم. تظهر أمامكم في هذه الصورة امرأة تبدو عادية، وعن سبب وجود جمهور غفير من الشرطة حولها هو أن هذه المرأة ليست عادية أبداً، بل هي من قيادات مافيا الفأس الأسود، واحدة من أخطر 100 مجرم هارب. اسمها جوي جيف، ولقبها ملكة المافيا النيجيرية. سلمتها نيجيريا للشرطة الإيطالية بعد حكم غيابي بالسجن لمدة 13 عاماً بتهم مختلفة، أبرزها إدارة شبكة من النساء لأعمال غير مشروعة وتهريب البشر من إفريقيا لأوروبا. أخوية الفأس الأسود. ظهرت حركة السود الجدد في إفريقيا والتي انبثقت منها عصابة الفأس الأسود في الجامعات النيجيرية في السبعينيات كحركة تحررية، وسرعان ما استحوذت رسالتها المناهضة للاستعمار والعامة في إفريقيا على خيال الآلاف من الشباب. أنشئت الفأس الأسود خلال العام الدراسي 1977-1978 من قبل 9 طلاب جامعيين في جامعة بنين لمناصرة الرجل الأسود، ثم انتشرت الحركة في معظم مؤسسات التعليم العالي الكبرى في نيجيريا. اتخذت الفأس شعاراً لها، فأساً تحطم أغلال العبيد، وجاءت ألوان أعلامها كالتالي: الأسود للقتال، والأبيض للسلام، والأصفر للفكر. أصبحت مدينة بنين الموطن الروحي للحركة والمعبد الأم لها. تاريخياً كانت المدينة تعرف باسم إيدو ومركزاً لمملكة عظيمة لعدة قرون، حتى عام 1897 عندما قتلت القوات البريطانية المئات ونهبت الأعمال الفنية التي لا تقدر بثمن، ونفت أوبا أو الملك الذي كان المواطنون يعبدونه باعتباره نصف إله. من هذا الإرث الغني بالرموز أنشأت الفأس الأسود إيديولوجيتها الخاصة، فأنتجت مدونة سلوك صارمة ومجلة ربع سنوية شملت أهدافها إعادة توجيه جميع العقول نحو الواقعية السوداء والحتمية، وتعليم الناس انضباط الجسد والعقل، ومنع الصور السلبية عن السود، وإجراء البحوث حول الديانات الإفريقية التقليدية. يتعهد أعضاء المجموعة بالولاء لإله يسمى كوروفو، الإله غير المرئي، وبحسب أيديولوجيتهم فإنهم يقاتلون ضد القمع الاستعماري، ونشروا جواسيسهم المعروفون باسم العيون في جميع أنحاء المجتمع النيجيري. ثم طورت هذه الجماعة أعمالها وتوسعت في جميع أنحاء العالم،
وأصبح لديهم أعضاء بارزون في السياسة والجيش، وباتوا يحركون خيوط السلطة النيجيرية، وأنشأوا شبكات لهم في أوروبا وأمريكا الشمالية. على مدى العقدين الماضيين، قامت منظمة الفأس الأسود ببناء تجارة مربحة في مجال تهريب البشر عبر الصحراء الكبرى والبحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا. وبعد الوصول إلى وجهتهم، يجبر العديد منهم على ممارسة الأعمال اللا أخلاقية، ويتم تهديدهم باللعنة الروحية من قبل ممارسي السحر الجوجو، لتصبح الفأس الأسود واحدة من أكثر مجموعات الجريمة المنظمة انتشاراً وخطورة في العالم، وأكبر الطوائف السرية وأكثرها رعباً في الجامعات النيجيرية. في عام 2014 تسببت الجمعية بمقتل ما لا يقل عن 200 شخص، إضافة لتنفيذ أنشطة إجرامية أخرى حول العالم، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت التي تتضمن عمليات الاحتيال الرومانسية وعمليات الاحتيال المتعلقة بالميراث، إضافة لعمليات الاحتيال العقارية وعمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، حيث يقوم المعجبون المزيفون بإغراء النساء المسنات بإرسال الأموال إليهم، والتي يمكن أن تصل قيمتها إلى 7 أرقام. ويقدر أن شبكة الجرائم الإلكترونية الدولية التابعة لبلاك أكس تدر إيرادات بمليارات الدولارات لأعضائها. في عام 2018 وحده، كلفت عمليات الاحتيال الرومانسية الكنديين نحو 17 مليون دولار. وقبلها بعام، قالت السلطات الكندية أنها ضبطت مخططاً لغسل الأموال مرتبط بالعصابة تبلغ قيمته أكثر من 5 مليارات دولار، التي يقال إنها تغطي على شبكات الجريمة المحلية. أما الولايات المتحدة فقد اتخذت نهجاً أكثر صرامة، حيث أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي عمليات ضد بلاك إكس في نوفمبر 2019 وسبتمبر 2021، وأصدرت لائحة اتهام شملت أكثر من 35 فرداً متهمون بالاحتيال عبر الإنترنت بملايين الدولارات. في سويسرا أيضاً تنتشر العصابة بشكل متزايد، تضم حالياً 100 عضو، ومن المتوقع أن تستمر أعدادهم في النمو. وأصبح للعصابة وجود كبير داخل المجتمعات الألمانية. أما داخل نيجيريا، تخوض بلاك إكس حرباً من أجل التفوق مع عصابات إجرامية مماثلة تحمل أسماء مثل آيا، باريتس ومافيتس. الفأس في عقر دار المافيا العالمية. في بلد ناضل لعقود من الزمن من أجل إضعاف المافيا المحلية، وجد نفسه محاصراً بجماعة إجرامية أجنبية. تسيطر العصابات النيجيرية على الأراضي من الشمال في تورينو إلى الجنوب في باليريمو، يهربون الممنوعات ويتاجرون بكل ما هو غير قانوني. استفادت هذه المافيا من نصف عقد من الهجرة التاريخية. كان للمافيا النيجيرية وجود في جميع أنحاء أوروبا منذ الثمانينيات، وفي السنوات الأخيرة أصبحت في المنطقة الإيطالية المنطقة الوحيدة التي لم يجرؤ أحد على اقتحامها. وبعد أن كان أعضاء من مجموعة كوزا نوسترا أسياد صقلية، أصبحت الآن ترزخ تحت نوع جديد من المافيا النيجيرية. ما بين عامي 2016 و 2018 وصل إلى الجزيرة أكثر من 20,000 امرأة نيجيرية. تأتي النساء إلى إيطاليا بناء على موافقتهن على دفع من 20 إلى 30 ألف يورو. وقبل مغادرة نيجيريا، يقسم معظمهم على سداد هذا الدين خلال طقوس الشعوذة. لكن النساء يصلن إلى إيطاليا ليكتشفن أنه لا توجد وظيفة لرعاية الأطفال أو تصفيف الشعر في انتظارهن، وإنما ما ينتظرهن وظائف لا أخلاقية واستغلال لا نهائي. وإذا ما أرادت إحداهن الهرب، فإن أعضاء المافيا ينتشرون قريباً في جميع أنحاء أوروبا، والوصول إليهن ليس بالصعب. أولاد المناطق. عصابات منظمة من المراهقين والشباب تتألف في معظمها من الذكور، يعملون في شوارع المدن الكبرى في نيجيريا، يعرفون في أوروبا باسم أكبيرو. تتركز أعمالهم على الابتزاز وتحصيل الأتاوات من المارة والعمال والتجار، كما يعملون في بيع المواد غير المشروعة، ويعملون كحراس غير رسميين،
إضافة إلى تأدية مهام مختلفة مقابل المال. حالياً أصبحت كلمة أجيبيرو تستخدم بشكل غير رسمي لوصف شخص سيء السمعة. عادة ما تكون مهمتهم الرئيسة جمع الأموال على شكل ضرائب في مواقف السيارات. أشهر هؤلاء الجماعات أولاد جاجودا، مجموعة من الصبية الصغار المنظمين ظهروا لأول مرة في عام 1920. اجتمعوا من خلفيات اجتماعية محطمة فهاجروا إلى المدن الكبرى ليعيلوا أنفسهم، وسرعان ما أصبحوا مجموعات منظمة. وسيلة دخلهم الأولى نقل أحمال الركاب داخل محطات السكك الحديدية وجمع أجور الحافلة. اختفت هذه المجموعة عام 1940 لتحل مكانها مجموعة بوما بويز. عمل هؤلاء الفتيان كمشردين غير مرخصين إلى جانب الجنود الأفارقة والأوروبيين، وامتهنوا عمليات النصب على الأشخاص الذين أرادوا الهجرة إلى أوروبا مستغلين قربهم من الأوروبيين الذين يسافرون عبر البحر. ثم انتقل هؤلاء الأولاد للعمل في أنشطة مختلفة أبرزها استغلال النساء لأعمال غير أخلاقية. المجموعة الثالثة إيريا بايز أولاد المنطقة. نمت هذه المجموعة مع ظهور الاقتصاد غير الرسمي المتنامي للتجارة في الشوارع. عمل العديد منهم سابقاً في مواقف السيارات أو كمساعدين في حمل الأحمال لعملاء السوق. توسعت أنشطتهم لتصبح بمثابة ضمان لرجال الأعمال والسياسيين أو الحراس، أو وسيلة لمضايقة المستأجرين أو المتعثرين في تسديد القروض. في عام 2007 قدر العدد الإجمالي للأولاد في منطقة لاغوس بأكثر من 35,000. بهذا أصبحت نيجيريا تحتوي على أكثر عصابات العالم إجراما، حتى باتت الحياة في نيجيريا أشبه بالجحيم. وهنا جاء دور العصابات المضادة بيكاسي بايز. أصبحت أعمال العنف التي ترتكبها العصابات تهدد المجتمع النيجيري، وبعد فشل الحكومة بالتصدي للجريمة التي بقيت معدلاتها ترتفع عاما بعد عام، نشأت جماعات أهلية للتصدي للعصابات، أشهرها جماعة بيكاسي بايز تنشط في عدة ولايات في جنوب شرق نيجيريا. تم إنشاء فرقة بيكاسي بايز في عام 1998 على يد تجار في مدينة أبا النيجيرية الذين أرادوا حماية أنفسهم من اللصوص المسلحين. بعد أن نجحوا في الحد من الجريمة في مدينة أبا، أصبح الطلب مرتفعا على فتيان بيكاسي، وامتدت أنشطتهم إلى مدن أخرى في شرق نيجيريا. وفي ولاية أنامبرا تم الاعتراف بهم قانونيا من خلال قانون خاص تم اعتماده في عام 2000. وكانت الأساليب التي استخدمها فتيان بيكاسي لتنفيذ مهمتهم وحشية للغاية وقاسية وتعسفية، وقاموا بإنهاء حياة عشرات الأشخاص خارج نطاق القضاء. وقد أشادت بهم قطاعات كبيرة من الجمهور ووسائل الإعلام وبعض السياسيين، على أساس أنهم نجحوا في خفض مستويات الجريمة في المناطق التي عملوا فيها. أعضاء جماعة بيكاسي بايز هم في المقام الأول من عرق الإيغبو، وهم عموماً رجال شباب أقوياء البنية في العشرينيات أو الثلاثينيات من العمر، وعادة ما يتم اختيار الأعضاء من قبل التجار من مختلف الأسواق التجارية. ويتلقى الأعضاء الجدد شهرين من التدريب على قواعد فرقة بيكاسي بايز قبل المشاركة في عمليات المجموعة. يعتقد المجتمع المحلي أن أعضاء جماعة بيكاسي بايز يتمتعون بقوى سحرية ويحملون سحرا يجعلهم لا يقهرون، كما يستخدم أعضاء المجموعة السحر لتحديد ذنب المجرمين المزعومين. أكثر الأساليب شهرة من بين أساليبهم تتضمن استخدام منجل مشبع بتعاويذ سحرية قوية. يتم وضع المنجل على جسد المجرم المشتبه فيه ويتحول إلى اللون الأحمر إذا كان الشخص مذنبا. بهذه الطريقة أراد النيجيريون حماية أنفسهم من العصابات التي تزداد قوتها يوما بعد يوم. لكن الأمر لم يتوقف على نيجيريا وحدها، وأصبح العالم بأجمعه يرزح تحت تهديد المافيا النيجيرية، الخطر الجديد الذي يهدد أمن العالم. فهل سيزداد ذلك الخطر ويتنامى، أم أن أوروبا قادرة على التعامل معهم والقضاء عليهم؟